مجلات لها طابع خاص يعد فيها اللونين الأبيض والأحمر من الألوان الأساسية، لون الكفن ولون الدم. إنهم جيران مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب. بيختلف كتير من ناحية النفسية، أن أنت ممكن تفتح بلكونتك تبص على زرع، على شجر، على أي حاجة كويسة. إحنا بنبص على جثث وعلى صويت وعلى أهلية كده يعني. هنا يكون للموت عنوان ومكان وجيران، يعيشون يومهم لكن يتناولون مع خبزهم أحزان غيرهم، ويشيعون أجساد لا يعرفون عنها شيئا، ويواسون أشخاص كل ما يجمعهم بهم هو جلال الموت. احنا مشرحة ومقابر، احنا اكتر يا فندم. المقابر مش هيشوف جثة بعينيه، هيشوفها نزلت الدفن بس، ده اللي جنب المقابر. اما اللي جنب المشرحة بيشوف الجثة وهي واقفة وهي داخلة وهي بتتشرح وهي خارجة. احنا اكتر طبعا. التواريخ الاستثنائية في حياة أهل زينهم ترتبط بأحداث دامية وكوارث لا تنسى في تاريخ مصر، يحكون عنها في جلساتهم. لكن مع تصاعد الأحداث وتساقط الضحايا يوما بعد يوم يزداد الألم، ويدفعون من ضريبة الأحزان الضعف مرة على أرواح تفقد تأتي إليهم في مواكب وأفواج إلى المشرحة، ومرة أخرى على وطن يتألم وهم يتألمون معه ويعانون فوق ما يحتمل البشر. الثلاثين سنة اللي فاتوا كوم والثلاث سنين دول كوم، يعني الثلاثين سنة ما نسمع عن عبارة قطر حدث مؤلم، إنما النهاردة القتل بقى أسهل من سامو عليك. كل شوية في حال، وكل شوية في قصة، وكل شوية في ناس بتموت، وكل شوية في أهلية جاية وغير كده الأهلية كمان بيبقى وراها ناس مش كويسة، اللي بيسرق موتوسيكل واللي بيسرق فيسبا. مش بقول لك كل الأهلية، بس بعض الأهلية كده. حسام عزب ومحسن أبو العلا ينتمون إلى حي زينهم، يعيشون مع ذكريات الدموع والصرخات، حكايات بقايا الأجساد التي زارت المنطقة، وتجمعهم سمات الشجاعة والمروءة المتأصلة في أبناء البلد، والظاهرة بوضوح في مواقف أهل زينهم وقت المحنة واشتداد الأزمة، وآخرها كما ذكروا معاناتهم مع أجساد ضحايا أحداث رابعة العدوية. إحنا عندنا ساعة المشرحة 110 جثة بس، الجثث اللي جت كتيرة أكتر من 400 نفر، فاضطروا يحطوا الجثث بره، بقت في الشوارع. بقى الراجل الإسعاف يجي عشان يروح يجيب تاني، بينزل الجثة في الشارع وبيمشي. أصعب موقف إنك تنزل بيت تلاقي جثة قدام باب البيت. سيبك بقى من شو، أكلمك في ريحة وأكلمك في أي حاجة تانية، بكلمك نازل من باب بيتك تلاقي جثة قدام باب بيتك حاطين عليها تلج. لو بعدها بيوم تلاجات كبيرة بره اللي هي بتاعة الألبان واللحمة المجففة والكلام ده، كانوا حاطين فيها الجثث. بس التلاجة مش هتبقى بنفس نسبة التبريد بتاع التلاجة اللي في المشرحة جوه، كانت عاملة ريحة للأهلية. بالنسبة لنا احنا كأهالي منطقة قسمنا نفسنا، ناس واقفة تحت هنا اللي بمية واللي بأكل واللي بعصاير، وناس واقفة باللي عايز كفن. في الطريق المؤدي للمشرحة تجد الجدران عامرة بأسماء شهداء زاروها، ووعود بالقصاص تحكي أعوام الثورة وتقلباتها. أما بوابة المشرحة فاختلف شكلها وتغيرت كحال بلادنا عن آخر مرة رأيتها فيها منذ عام ونصف، حينما كنت هنا وسط الأدراج والتلاجات نترحم وقتها عما فقدت مصر من شهداء، وكنا نظنهم آخر الابتلاء. الناس دي امرأة اسمها ما تتنسي، الناس دي كانت جندي ولا زيكا ولا الناس دي امرأة ما تتنسي، ده فخر ليهم والله. يعني أنا دول شهداء عند ربنا. الواحد بيحس ان يا ريت الواحد يكون واحد من ضمن الناس دي، من ضمن الناس اللي اتكرموا كده. توفى شهيد بس ده متكرم، ده الناس دي حسيت ان هي الناس دي بتاعت الثوره بجد. اجساد حملتها ثلاجات المشرحه وترست على رصيفها الخارجي. ربما هذا المكان هو المكان الوحيد الذي جمع من انقسموا سياسيا، لكن تشابهوا في نهايه المصير. بينما اهل المكان أهل زينهم تحاصرهم ذكراهم وصدى النحيب والرائحة التي تسكم الأنوف، لكن عذابهم الأكبر هو إحساسهم بأنهم منسيون في زحام الجثث والأحداث التي لا يجدون من بينها منفذا للعيش أو سبلا للحياة. احنا كده ميتين، الحمام طفش، يعني كنا مربين حمام طفش، حمام الطير اللي هو ما بيفهمش طفش، احنا هنروح فين؟ ما لناش مساكن تاني ولا حتة تاني. احنا رضينا ان احنا نعيش هنا،
بس يبقى في حياه كريمه شويه للناس اللي عايشه. عربيه صحه تلف، المخلفات بتاعت الهدوم بتبقى عامله ريحه تيجي العربيه تشيلها، يبقى في رحمه شويه بالناس بس. رضوى رحيم، برنامج مصر الجديده مع معتز الدمرداش.